السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم دائما عند سباتافون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوان خبرني عليكم هاد الايامات، راك عارفين تسافر تفوجنا شويه. المهم الاخوان، الفيديو ديال اليوم جبنا لكم برودوي زوين وان شاء الله غيكون ثمن جد مناسب. وكما كتعرفوا سباتافون دائما كتجيب لكم حاجه اللي زوينه وفيديوهات دائما كيكونوا شي حاجه اللي كتستحق. عندنا الهاتف الاخوان الريدمي 10 سي، الريدمي 10 سي 4 جيجا في الرام 128 اخوان. كاين في هاد القطعه هادو كاين 10 قطع، يعني اللي جا لهم الله يسخر ليهم. 4 جيجا في الرام 128، يعني المواصفات ديال الهاتف الاخوان كيستحق مقابل الثمن ديالو. الناس اللي ما عارفينش التليفون، غنحلو التليفون باش تشوفوا شي مشكل ديالو، وبنفس الوقت نقولوا المواصفات ديال الهاتف، يعني راه في الاخير غادي يعجبكم ان شاء الله. الثمن ديالو راه مناسب، يعني قيمه مقابل السعر ديالو. شحال هادي ما درنا فيديو، كتجي تعاود دير فيديوهات بالتفتح. ها انتم الاخوان، ها الهاتف الاخوان، هاي الريدمي 10 سي، الريدمي 10 سي. كيجينا الاخوان بجوج كاميرات، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانيه زائد لومبرانت في هذا الشكل هذا الاخوان، دايره بكحل. وهنايا هي بلاستيك، ها كتشوفوا التصميم ديالها الاخوان. ها انتما افيشور الاخوان، كتجينا بي بي اس ال سي دي. الكاميرا الاساسيه السي في ديالها كتجينا ب 5 ميجا بيكسل. البطاريه كتجينا ب 5000 ملي امبير، وايضا الشارجور ديالو فاش شارج كتجينا 18 واط، 18 واط. معالج الاخوان، معالج ديالها زوين، سناب دراغون 680، سناب دراغون 680 6 نانومتر، ماشي 12 وماشي 8، 6 نانومتر، يعني استهلاك الطاقه اقل، يعني راه معالج الاخوان قوي. ها هو الشارجور ديالو الاخوان، شوفوا الشارجور محتويات العلبه، ها هو كابلي، وايضا الشارجور ديالو. غير هو التليفون كيدعم فاست شارج 18 واط، غير الشارجور اللي دايرين في العلبه هما دايرين ديال 10 واط. كما الفات ديالو تايب سي ولا فيويت؟ كابل تيب سي الاخوان، ماشي فيويت، تيب سي. ها هو الاخوان، ها هي من هنا تبان لكم عايشة تيب سي، الباب ديالو هنايا، ها هو جاك. المهم الاخوان التليفون كيستحق. الثمن ديالو الاخوان، الثمن ديالو 1350 درهم، 1350 درهم. راه كيبان ليا تليفون ناضي الاخوان مقابل المواصفات ديالو. 1350 درهم. دائما كيف معروف عند سباتافون دائما شكادوات، هادو راه شي عامين و 3 سنين حنا خدامين بهاد الطريقه، يعني كنعطيوك ثمن زوين و كنعطيوك شكادوات ديال المحل هادو. بغيتي تبدلهم بشي بوشيطه بشي لعيبه راه حياتك هادي. ودرنا دابا سيستم جديد الحمد لله، غندينا فيه دابا شي ماشي شهر قبل وحبسنا مع هاد الكونجي هذا، هو انه الا ما بغيتيش هادو كتاخذ كيت بلوتوث كتزيد 50 درهم، يعني بحال كتشري تا كيت بلوتوث ب 50 درهم. ها هو الكيت ديال الماء شي حاجه كاليتي مزيانه، كتزيد 50 درهم وكتاخذ كيت بلوتوث الا ما بغيتيش هادو. هذا هو اللي كاين الاخوان، تبارك الله عليكم، الله يسخر الامور، الله يعاونكم.